الكره مكسب وخساره وشيء طبيعي، واحنا كنا في احسن حالاتنا، ولو كانت الامور ماشيه احنا كنا كسبنا 2-3. لكن الامور اللي حصلت والامور اللي مش كويسه للاسف كلنا حزينا عليها، لكن الكوره بنلعب كوره، واللي شايف الورقه في هز ومهزوم. الكوره كسبانه النهارده وخسران بكره والعكس صحيح يعني. لكن انا برضه عايز اشيد بهذا الجهاز والمنتخب ومجموعه اللاعبين اللي اعتقد ان لن تتكرر في تاريخ مصر. على فكره كابتن مصطفى اسمح لي اشيد، والله مش مجامله ولا نفاق، بموقفك انا عمري ما شفتك يا كابتن بتهاجم جهاز فني او لاعبين، ولكن تتحدث دايما من حيث المصلحه، ودايما اشوفك مساند لجهاز الفني في وقت كان الهجوم فيه عنيف جدا، وبصفه خاصه المنتخب الوطني دائما تساند الفريق، تطالب بدعم حسن شحاته وشوقي غريب وحماده صدقي، تضع الثقه في اللاعبين، وده شيء الحقيقه جميل جدا كابتن مصطفى. والله طارق انت عارف احساس لعيب الكوره، وانا دي رساله لكل واحد يتهجم على حسن شحاته او على منتخبنا. انا ممكن انتقد موضوعي، ويمكن انا بتكلم مع حسن شحاته، بتكلم مع شاوي، بتكلم مع الناس المسؤولين، بتكلم موضوع لمصلحه البلد. لكن لما تبقى راجل اعلام وتطلع تقول المدرب الفاشل وتقول مبروك للجزائر والتاني مش عارف يقول ايه، عيب. احنا بنعشق بلدنا، لكن الموقف اللي حصل ده حصل التفات كبير جدا على منتخب مصر وعلى اسم بلدنا قبل منتخب مصر وقبل اي حد فينا. وهو ده ما اسعدني، وما اسعدني اكثر المداخله بتاعت الاخ والصديق العزيز علاء مبارك امبارح مع خالد الغندور، عبر عن شعب مصر كله. طبعا يمكن الناس بتكلمني النهارده يا طارق، الناس في اريحيه كبيره جدا للمكالمه بتاعت الاستاذ علاء مبارك، وده مش عشان ابني من رئيس الجمهوريه، عشان ده شاب مصري. لا وتفاعل مع الجماهير واطمأن عليهم. هو والاستاذ جمال تفاعلوا هناك ونزلوا اللعيبه. انت متخيل لما رئيس الجمهوريه يكلم اللعيبه بعد المباراه وانت خسران؟ ده شيء ابكاني واسعدني في نفس الوقت. وهم ليهم مواقف رائعة الحقيقة كتير قوي. الحقيقة الشعب المصري شعب عظيم في قله. كابتن مصطفى قريت في احدى المواقع الالكترونيه ان كان احدى القنوات كانت بتعمل معاك مداخله، وان حصل نوع من الحده وحصل نوع من يعني الجدل، هذا الكلام صحيح؟ طبعا مظبوط، احنا لن نتهاون في اسم مصر تاني مع اي حد في العالم. لن نتهاون في اسم بلدنا وناسنا وحياتنا وتاريخنا. احكي لنا باختصار كده كابتن مصطفى. انا والله انا اعترضت قناه الجزيره، اعترضت وقلت لها اولا انا بسجل اعتراض الشارع المصري. ايوه الفيلم الهندي اللي انتوا عملتوه على القناه بالنسبه للفيلم الهندي اللي عمله الاخوه الجزائريين في الاتوبيس اللي كسروه، عملوه فيلم وزعتوه على مدار اليوم، واللي حصل للشعب المصري في السودان لم تذيعوا شيء، مجرد لقطات لا تذكر. فالناس قالوا لي لا احنا اللي بيجينا بنعتذر، وقلت اي حد، احنا خلاص بطلنا الاخ الكبيره والاخت الصغر، لا بطلنا الكلام ده بقى. واي حد هيتهجم على مصر وعلى اي بني ادم مصري في اي حته في العالم احنا مش هنسكت. والله انت عارف يا طارق انا ساعتها كنت مش في حالتي، يعني لان انا حزين، يعني انت بتكلمني على القرعه المفروض. بس تعرف كابتن مصطفى الامانه الاعلاميه مطلوبه، يعني ايا كان حدث اعتداء على الجزائر على مصر، حدث قصف للاتوبيس الجزائري للفريق المصري، الجماهير انا لازم انقل ده، لكن ما ينفعش ان انا لما يحدث حدث بسيط قالب الدنيا وحدث اخر ما اهتمش. دي وكانت انباء فرنسيه هي اللي صورت ده وبعتته للجزائر. يعني في بعتته للجزيره، في وكاله انباء صورت ده وخدته وبعتته. فالناس قالوا ان ما جاتلهاش، لا ما الناس انت عندك المراسل بتاعك هناك وعندك ناسك في جميع انحاء العالم. لكن لا انا عايز اقول لك كابتن مصطفى ان انا من احدى المواقع الفرنسيه في الاسبوع الماضي، وفي صباح الرياضه الحقيقه تبينت في اول 10 ثواني هو كان محطوط الفيلم اللي مبعوت على انه اعتداء على الاتوبيس الجزائري، وانه عملت انجاز انا اشدت بيه مع الاستاذ خالد القمر ساعتها في يومها. ده اكبر انجاز اتعمل في تاريخ الاعلام في مصر، انك انت اثبتت ان احنا ناس محترمين، واثبتت ان الادعاءات اللي على شعبنا وعلى جمهورنا غير كده. لكن اقول لك في صوره اتضربت، مش هنقول لا، لكن مش بالصور اللي هم صوروها ديت. لا احنا جبنا كابتن مصطفى ووضحنا شكل الزجاج والمسافه من جوه وكان منظر الحقيقه يعني مؤسف. كابتن مصطفى احنا قلوبنا كلها مع منتخبنا، قلوبنا كلها مع كابتن حسن شحاته وجهاز الفني، واكبر تكريم لهذا الجهاز وهذا الجيل العظيم مقابله سياده الرئيس يوم الاثنين، ده رد اعتبار لينا كمصريين. وانا بشكر سياده الرئيس على التهنئه والشكر لشعب السودان الشقيق
اللي بعد الاعلاميين قاعد يلت ويعجل لحد الصبح ويسيء العلاقه. ما نتعلمش من دروسنا يا جماعه، يا جماعه يا جماعه نتعلم. احنا اعلاميين او مشاهير لازم نتحسس الكلمه اللي احنا بنقولها. دي دول، دي شعوب، دي دي دي, 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 دي احنا عرب. يعني بلاش الاسلوب المستفز ده والاستهتار بالناس واسم الناس. الناس عملوا انجاز لما يسافر 25,000 بني ادم من مطار الخرطوم ايا كان ايه اللي حصل. ولازم يبقى في مشاكل. مين قال ما يبقاش في مشاكل؟ هذا الشعب الجزائري او هذا المنتخب الجزائري لعب في فرنسا من احسن الدول في العالم، والمباراه باظت والشعب الجزائري والجمهور الجزائري نزل الملعب وبوظ الماتش. فده مش جديد. فانا بشكر في تونس مباراه تونس والجزائر والمغرب في عام 2004 كتير يا طارق، كتير كتير. لكن انا بشكر سياده الرئيس على ان هو ارضى الشعب السوداني والحكومه السودانيه والاعلام السوداني الشقيق. وبرده انا عايز اقول يا جماعه اتقوا الله بلدنا واتقوا الله ربنا واتقوا الله جمهورنا ولاعيبتنا ومنتخبنا وبلدنا. كل واحد يتحسس الخبر اللي بيقوله عشان ما يعملش توتر في العلاقات يا كابتن مصطفى. بالضبط. علاقات بقى لها عشرات السنين، انا سهل اطلع احط خبر كده واعمل بيه ازمه بدون ان انا ادري. الكره مكسب وخساره، احنا بنتكلم في الكره يا جماعه. الكره بتقرب الشعوب، بتبعد الشعوب. فاتمنى ان وزير الاعلام السيد انس الفي ياخد خطوه ايجابيه في هذا الموضوع اللي خسرنا، وخسرنا حاجات كتير قوي، خسرنا وحصل حاجات كتير قوي. لكن ما اسعدني الوقفه الكبيره للشعب المصري على اسم مصر. اكيد. وكل التحيه والتقدير لكابتن حسن شحاته ومنتخبنا ولاعبتنا الكبار اللي اسعدونا على مدار السنوات، وقبلهم سياده الرئيس ومساندته للمنتخب والاخوه الاعزاء جمال وعلاء وكل الشعب المصري والاعلام الجيد. الاعلام الجيد نحط تحتيها 100 خط ده يا كابتن مصطفى. الاعلام اللي بيحب بلده مش الاعلام اللي بيحب نفسه. وانا اسمح لي ان انا اشيد بيك كشخص بتحب بلدك، لان حسن شحاته والجهاز معظمهم من ابناء جيلك. يعني حسن شحاته انت لعبت معاه، لكن ليس انت عارف كابتن مصطفى لما يبقى واحد بره يقول الله طب ما خدونيش ليه ويبتدي يهاجم، انت فاهم طبعا. لكن انت مساند دائما وبصفه دائمه لا نسمع الا كلام فعلا واحد بيعشق بلده، بيحب فريقه القومي، عايز دايما ان يكون فيه على صوته. انا بكيت كما لم ابكي من صفر. لا ما وضع عليك تعصب يا كابتن مصطفى. ما عيطتش بعد الماتش ده، ما عيطت قدام مصطفى عبده وعبد العزيز ومدحت شلبي والناس بتوع مدير، لان دي بلدنا وده تاريخنا ودي حياتنا. ان شاء الله نفرح في كاس الامم يا كابتن مصطفى. ان شاء الله، وكل التوفيق لكابتن حسن شحاته والجهاز الفني ومنتخب مصر. واهم ما باكد عليه يا كابتن ابو الطور ان احنا ما نسيبش حقنا ايا كان. ان شاء الله يا كابتن. ومهما كبر ومهما صغر. وبالتوفيق لفريق 17 سنه اللي انت مشرف عليه طبعا يا كابتن مصطفى. ان شاء الله حبيبي. شكرا مع السلامه. شكرا ليك كابتن مصطفى. طيب عايز